كان ضروري تلاقيني مهما طالت سنيني من قبل الحياة وانا حاسة قابلتك زمان. يا ما شفايفك قالولي وهم بيهمسولي بحبك وأيوة ده صوتك وصوتك كمان. ومن قبل البداية بيني وبينك حكاية رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان. هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان. حبيبي أحس بأماني بلادي لو بنطق حروف اسمك ساعتها لو بموت ترجع لي روح. يا حبيبي أحس بأمان حتى وأنا بنزل على كتفك دموعي والتجارح المداوية. يا حبيبي وأغرب ما في حياتي عشقة وياك أهاتي وعارفة إن جوا قساوتك مدار الحلقات. في حاجة نفسي فيها ويا ما حلمت بيها تاخدني حبيبي في حضنك ويوقف الزمان. ده من قبل البداية بيني وبينك حكاية رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان. هواك أجمل حبيبي بشوفك بحس بأمان. حتى وانا بنزل على كتفك دموعي وانت جارح لمداوي. يا حبيبي بحس بأمان بلادي لو بنطق حروف اسمك ساعتها لو بموت ترجع لي روح. حبيبي كنتي فين؟ في الشغل. في يا ماما؟ في ان انا مرميه في المستشفى بقالي 3 ايام محدش سال عني. مجدي خولي عظمه جامده قوي، ما اضمنش لو كنت مشيت الموضوع رسمي كان ايه اللي ممكن يحصل. بس يا باشا ما لا بس ولا بتاع، اسكت انت وربنا ان شاء الله يحلها من عنده. ممكن تيجي اللحظه اللي مجدي نفسه يتحايل عليكي ويترجاكي انك تاخدي جمانة تعيش معاك. انا مش فاهم انت بتلفي وبتدوري على ايه بالظبط. ولا حاجه، انا خايفه عليك تضطري تاخد قرار مش سهل تاني. ريم ما عرفتش حاجة عن شغلنا. رد يا خال، انت سامعني؟ ايوه سعادتك معاك. قدامكم كتير عندكم؟ احنا لسه داخلين حالا. يا جماعة يلا، كل ثانية بتعدي نروح في المكان ده مش مصلحتنا. يلا لو ما رجعتش انا مش هعديها لك، اتصرفي يلا. ريم عدي انت وانا اتصرف معاهم. لا مش هقتلك لوحدك، لو شايفك مجدي هالمرة بيقتلك. احنا مش قلنا بلاش حركات القرعة دي؟ ما تزعلينيش منك، انا مش هخلص عليك، انا هخلص على بوبي زي ما خلصت على حبيب القلب بالظبط. ما تهزرش معايا ده الخول يا حبيبي. مش عايز كلام كتير، نص ساعة لو ما لقيتكيش قدامي ما تزعليش يا عايدة. بابا تعيش انت يا بابا. بابا صباح الفل.
صباح الفل يا حبيبتي. تعال واقفة بعيد كده ليه؟ تعال. عايدة قالت لي انك عايزني وانا اقدر استغنى عنك؟ اقعدي، عايز اتفق معاك على حاجة. خير؟ شوفي يا ستي، انا السوق علمني اشك في صوابع ايديا دول، والكلام اللي اتفقتي معايا عليه على قد ما هو جميل على قد ما هو ما بيتصدقش. شو يعني؟ جرايه يا ريم، ما تخلينيش اشك في ذكائك كمان. لا عن جد ما عم بفهم، فهمني. يعني انا هصدق انك فعلا عايزه تعيشي معايا ونبدا حياه جديده، نبعد عن المشاكل، بس بشرط. شو هو؟ نتجوز. نتجوز؟ ليش نحنا مش مجوزين؟ نتجوز. انت عارفه انا اقصد ايه بالظبط. نتجوز وتثبتي لي انك عايزه تعيشي زي ما بتقولي وانك زوجه بجد. ساعتها بس هرجع زي الاول. اوكي. بس بشرط. شرط. احب اسمعه طبعا. عايده وفريد. ماله؟ تخلص منهم. ايه؟ تخلص منهم. انا جاهزه يا حبيبي. خلاص ايناس، انت لازم تعمل الموضوع ده بنفسك. موضوع ايه؟ موضوع ليلى. انا بصراحه بفكر اقابلها انا واقول لها اللي اتفقنا عليه وخلاص. طب لو قلنا بلاش موضوع ليلى، مين هيدير الشركه؟ احنا لسه ما حلناش مشكله التوكيلات يا حبيبي. يلا يلا عشان نصلح اللي باظ الفتره اللي فاتت. ولا انت ليك وجهه نظر تانية؟ لا تانية ولا تالتة. يلا وانا ايه اللي يضمن لي ان انا لو اتخلصت منهم فعلا هتنفذي اللي اتفقنا عليه؟ ساعه تعمل فيه اللي بدك اياه، مش انا مرتك شرعا وتحت ايدك. سيبيني افكر. اوكي خد وقتك، رح انطرك. اعملي حسابك لو لعبت كده ولا كده انا مش هرحمك. جربني. فريد باي. باي. في حاجة ولا ايه؟ ريم كويسة؟ يلا بينا يا فريد. على فين؟ هنعمل زيارة لكمال بيه. الواضح انها اتعرضت لصدمه عصبيه شديده. طب وهي اخبارها ايه يا دكتور؟ انا اديتها مهدئ ومش هتصحى قبل ساعتين، بس انا بحذركم الصدمه العصبيه مش حلوه عشان. ما تقلقش يا دكتور، انا هفضل جنبها لغايه ما تصحى وتبقى كويسه. اتفضل يا دكتور. شكرا. انا قلقانه قوي على ماما. انا ما تقلقش يا خالد، هتبقى كويسه، ما تقلقش. ادي عدة القهوة، هعمل اتنين قهوة انما ايه، بن مخصوص. الله، مالك يا كمال؟ احنا مش اتفقنا نسيبها على ربنا وان شاء الله هتتحل من عنده؟ مش عارف، انا كل دقيقة بتمر على البنت هناك بتقتلني يا سمير. عارفة وحاسة بيك، بس الموضوع محتاج الحكمة في التعامل معاه. احنا عايزين ناخد بنتنا بهدوء من غير ما تتعرض لأي خطر ولا ايه؟ مين؟ مش عارف، ده رقم غريب. الو، انا ريم. بابا كيفك؟ ريم وينك يا بابا؟ حرقتي لي اعصابي. شو عامل معك مجدي الزفت؟ انا منيحه بابا، ما تخاف.
كيف يا بابا ما بدي خيف؟ مت من الخوف عليك يا بابا. عم قلك ما تخاف حبيبي، إن شاء الله قريبا نرجع نقعد مع بعض مثل ما كنا قبل. إن شاء الله يا حبيبتي، كتير اشتقت لك. هو هيكون عم يضربك ها؟ لا بابا لا أبدا. بتعرف مبارح خالد وهنا أجوا لعندي لحتى يخطوني و... خالد رجع ظهر؟ بعدين مين هنا؟ هيدي قصة طويلة بابا، بكرة لما بشوفك بخبرك. المهم أنا هلأ عم بتصل فيك لحتى طمنك عني. حاضر، بس رح ترجع تحكيني؟ أكيد بابا رح أتصل فيك، رح أتصل فيك كل ما بقدر حتى أشوف شو بدنا نعمل. انتبه لحالك يا بابا. المهم إنه أنت تنتبه على حالك، وديك تاخد أدويتك بابا. حاضر. قول لتانت سامية وسلمى إذا ما انتبهوا عليك رح أزعل منهم كتير. أوكي يا حبيبتي حاضر. طيب بابا أنا لازم سكر لأنه ما بقى فيني طول، ورح أحكي كل ما بقدر. أوكي؟ بس ما تتأخر علي، تبقى أحكيني ها؟ باي بابا. حبيبتي يا بابا. إيه اللي حصل؟ خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. نادي أنا رايحة مشوار، خلي بالك. ها واحد الله خالد، عم ياسين ده نصيبه يعني، وطنت ان شاء الله تبقى كويسة. مش عايز اسمع نفس. هيحصل ايه يعني اكتر من اللي حصل؟ ابوك مات وانا واقف عاجز مش عارف اعمل اي حاجة. هستنى بقى لغاية ما امي كمان تضيع مني عشان الباشا يقدر يثبت على مجدي بيه ادلة تقفل قضيته. صدقني يا خالد، والله العظيم حق عم ياسين عمره ما هيروح حاضر. انا مقدر كل اللي انت فيه ده، والله مجدي ده هجيبه يعني هجيبه. انا ماليش دخل بالكلام اللي انتوا بتقولوه ده. انا هاتفي لابويا النهارده وهاخد فيه العزا الليله، واللي يحصل يحصل. يا خالد استنى بس، سيبه منها ما تقلقش، انا هبقى معاه. معلش يا باشا يعني. خليك انت هنا. عايز ايه يا تامر؟ هو انا مش قلت نص ساعه؟ اتاخرتي ليه؟ انا في الطريق، بس قسما عظما لو الموضوع تافه زيك انت. بقول لك ايه بلاش الفيلم الهندي اللي انت عايشه فيه ده، يلا تبقي قدامي دلوقتي. ابن الكلب. ماشي بنشوف. ملوش غير معنى واحد يا انسه ليلى، دي شركتنا واحنا احرار فيها، وحضرتك للاسف مالكيش مكان عندنا. مع السلامه. الكلام ده بجد يا استاذ مراد؟ ده قرار مجلس اداره الشركه يا انسه ليلى. مجلس ايه؟ عليا انا الكلام ده؟ بقولك ايه، ملوش لازمه الكلام ده. ها لمي حاجتك وامشي. لو حضرتك فاهمه ان الموضوع هيخلص بالطريقه دي تبقي غلطانه. الاستاذ مراد عارف كويس انا ممكن اعمل ايه. ولا تقدري تعملي حاجه، احنا مش حراميه، فلوسك هتوصل لغايه عندك. لو انت فاهمه ان الموضوع واقف على شويه المستحقات والكلام الاهبل ده تبقي غلطانه. الاستاذ مراد عارف كويس انا ممكن اعمل ايه. لو عن عقد تعيينك ايري كويس، احنا شغالين بالقانون. لو عقد الباشمهندس بقى هو اللي طلب يلغيه مش احنا. عقد ايه بقى اللي انت جايه تتكلمي عنه؟ تتكلم انت ولا اتكلم انا يا مراد؟ اتكلم اقول ايه يا انسه ليلى؟ انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه. بقول لك ايه، انا عايزاكي تمشي بره. يا ما هجيب لك حسين يرميكي بره. اه
والشقة اللي سيادتك وأهلك قاعدين فيه أنا عايزاكوا بره خلال 3 أيام، فاهمة؟ غلطانة، لأنك أنت اللي مش فاهمة حاجة. الشقة دي باسمي بيع وشراء. مراد، بجد الكلام ده؟ الكلام ده مش حقيقي. بقى كده؟ آه كده. وأديكي سمعتي. بلاش بقى تعملي مشاكل انت مش قدها. تمام. نعم يا حسين، في حاجة؟ لا لا مفيش حاجة، بس وحضرتك ماشية ولا ايه؟ امشي ولا غور، انت مالك؟ انت هتحاسبني؟ لا لا مش القصد يعني، اصل انتوا كان صوتكم عالي قوي وانا سمعت شويه الكلام من اللي حصل. صوتنا اللي كان عالي؟ طب غور من وشي بدل ما اطلع غلي كله فيك. لا 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 انت شكلك متعصبه قوي. سلامتك، الف سلامه. اوعى من وشي. توحشينا قوي يا غاليه، تقطع بينا والله. شكلها تروت احلى واد يا حسين. لو مش عارفه تشوفي هنا كويس ممكن اجيب لك سكرين اللابتوب من جوه. تعالي التفي وقليل ادب. عايده اهدي وبلاش زعيق وكلام كتير. افهمي انا لا انا عايزه ازلك ولا الوي دراعك ولا ضايقك باي طريقه. عايده انا بحبك، انا كل اللي عايزه انك تبطلي الجنان اللي انت فيه ده ونفضل مع بعض زي ما كنا. يبقى ما تعرفش مين عايده الخولي. مش عايز زيك يا حبيبي اللي يلوي دراعي، انت فاهم؟ بس انا هعرف اتصرف معاك. تعيطش يا حبيبي، اتفضل. تأمري بحاجة يا فندم؟ قهوة، قهوة مظبوط. دي شركتنا واحنا أحرار فيها، وحضرتك للأسف مالكيش مكان عندنا. مع السلامة. آه، والشقة اللي سيادتك وأهلك قاعدين فيه أنا عايزاكوا بره خلال 3 أيام، فاهمة؟ غلطانة، لأنك أنت اللي مش فاهمة حاجة. الشقة دي باسمي بيع وشراء. مراد، بجد الكلام ده؟ الكلام ده مش حقيقي. بقى كده؟ آه كده. وأديكي سمعت. ماشي يا مراد، لما نشوف مين اللي هيضحك في الآخر. مش قلت لك ربنا هيفرجها؟ ونعم بالله. بصراحه بقى كل يوم خالد ده بيثبت انه راجل بجد. ايه هما مش جوه ولا ايه؟ لا طالما مش موجود في شقته يبقى مرمي جوه عند سامي. انت مستنيه حد؟ لا. مين؟ ده مجدي. مجدي ايه اللي جايبه هنا دلوقتي؟ ايه ده بس انت وانا هتصرف. ادخل الاوضه دي وانا هفتح له الباب. يلا. صباح الخير. صباح النور، اتفضل. مش عايز ازعجكم بس كنت جاي اطمن على كمال بيه، الظاهر انه مش موجود. اصله سافر النهارده الصبح. ايه ده سافر؟ ايوه، اتصلوا بيه امبارح من بيروت قالوا له انه في واحد تعبان قوي قريبه هناك فاضطر يحجز بدري وسافر النهارده الصبح. طب مش كان يقول كنت بعت له السواق يوصله المطار؟ معلش بقى، هي الظروف حكمت بكده. اخبار ريم ايه؟ ريم كويسه كويسه والحمد لله. بس هتزعل قوي لما تعرف ان باباها سافر من غير ما يقول لها. في الحقيقه هو اتصل بيها امبارح كتير قوي بالليل بس هي ما ردتش. والله
طب يرجع بالسلامة. نستأذن احنا بقى. لا معقولة؟ طب اشربوا أي حاجة ما يصحش. لا معلش معلش، عندنا شغل. عن إذنك. تفضلوا، مع السلامة. أنا عايز إيه بسلامته؟ قال جاي يطمن عليك يا سيدي. يطمن عليا؟ تطمن عليه عقربة. أنا برضو لسه مش فاهم إيه سبب الزيارة ده؟ الأهوات بيلعبوني يا فريد. الهاني اتصلت بأبوها وطمنته. طب وانت اصلا محتاج ابوها في ايه؟ كنت عايز اتاكد من ده. لو كان فعلا ما يعرفش بنته فين كان قابلني ودوشني اسئله. هو مش معقول يسافر وبنته تقريبا مخطوفه. هما بيلعبوني واحنا كمان هنلعبهم. يلا اسمع يا كمال، انت مش لازم ترجع بيتك دلوقتي خالص، لازم نستنى نشوف الاسم ومجدي ده ناوي على ايه. على اخر الزمن يعني؟ ابقى على بوادي كم متر من شقتي وما اقدرش ادخلها. معاش ولا كان اللي يقول كده، احنا بس نستنى نهدي الامور شويه. طب يعني بس مش هقدر اجيب هدوم من بيتي؟ افضل بالهدوم دي لحد ما اشوف البين او على ايه. محدش برضو قال كده، احنا نستنى لما الليل يجي كده والدنيا تهدى وتروح تجيب اللي انت عايزه من شقتك وتيجي على هنا تاني. وبعدين انا وانت في شقه واحده والباب مقفول علينا، ده مش اصول. اولا احنا كبار وناضجين، ثانيا بقى انا واثقه فيك وواثقه من نفسي، ثالثا بقى لو الوضع ده مش عاجبك في حل تاني. ايه هو؟ ما هي سلمى قالت لك عليه من زمان، بس انت اللي مش عايز. وانت توافق اننا ننفذ الحل ده بالطريقه دي وفي الظروف دي؟ مالها الطريقه؟ ما فيهاش اي حاجه. ولا انت فاكر يعني ان احنا هنعمل فرح وكوشه والكلام ده؟ المهم مش هننفذ الحل ازاي، المهم هنقضي بقيه حياتنا مع بعض بعد كده ازاي، ولا ايه؟ اما اذا كان بقى على الظروف فانا شايفه يعني وبصراحه كده دي الظروف اللي لازم نعمل فيها كده، إلا إذا كنت أنت بقى عندك رأي تاني. فينا خبرة شو صار فيه أول ما فتحت الباب، حسيت قلبي رح يوقف في محله. ما انتي بتهزري يا ريم، هو في حد يفتح مكتب مجدي الخولي بالسكينة الهبلة اللي انتي كنتي ماسكاها دي؟ شو مهم يعني، ما لقيت غير حل. يا حبيبتي ناخد المفاتيح ونروح في وقت ما حدش يشك فينا نهائي. كيف يعني؟ كيف يعني؟ تعالي اقعدي وانا اقولك كيف يعني. بصي احنا هناخد مفاتيح وهم نايمين وندخل نفتح المكتب عادي جدا ونصور كل اللي احنا عايزينه ونقفل ونمشي ولا حد هيحس بينا. بصي لي كده ليه؟ انتي مش مصدقاني ها؟ يا ريم انا مش عايزاكي توصلي للي انا وصلت له. وبعدين انا كل اللي يفرق معايا دلوقتي ان انا اخد منهم حق ابني اللي قتلوه قبل ما اشوفه. طب وفريد؟ فريد مش ليا، عمره اصلا ما كان ليا. بس كل اللي هطلبه منك انك تطلعيني خالص من الموضوع ده. انت شو مصلحتك؟ مصلحتي معروف جمال. جمانة؟ لما كلهم يخشوا السجن مش هيبقى في حد يربيها غيري. دي الحاجة الوحيدة اللي هتبرد ناري وتريح قلبي وتعوضني عن ابني اللي قتله. وبعدين انت عارفة انا بحب جمانة قد ايه، مفيش حد هيبقى امين عليها قدي. نفسي اصدقك. صدقيني. بكرة الايام تثبت لك ان اللي بقوله لك هو اللي صح. خير يا باشا، وشك معفر ليه؟ عايزك تشوف خالد فين وجيبولي من تحت قطيع الارض. خير سعادتك. مجدي الخولي بيحضر لعمليه كبيره قوي ومش عايز خالد بتصرفاته الهبله دي يبوظ لنا كل اللي بنعمله في الوقت ده. ده مجدي كده عايز ينتحر. ده كان القرار قراره اصلا. انت قصدك اوامر يا باشا؟ اوامر من المشغلين ومن بره. مصادرنا اكدت الكلام ده. البضاعه ايه المره دي يا باشا؟ لا حاجات كتير قوي بقى، مخدرات، اسلحه، ادويه، ما يهمكش يا باشا. هم ناويين على ايه؟ هما من انت مش ناويين. هنشوف هنعمل ايه. يلا
نعم يا فريد بيه. انت بتعملي كده ليه؟ بعمل ايه؟ هتستعبطي؟ انا عارف كويس ان انت اللي حاولت تهربي ريم، وانت كمان اللي دخلت يوم الفيلا. صح، برافو عليك. انا فعلا بعمل كده، ده يضايقك فيه. وديني وما اعود ناديه، اول ما اخلص اللي انا فيه ده لوريك انا هعمل فيك ايه. مصدقك، عارفه اني هون عليك تعمل فيا اي حاجه. اذا كان ابنك ضناك قتلته، انت لسه برضه مصدقه الكلام الفارغ ده؟ ده ما حصلش يا فريد. الدكتور قال لي ان انا سقطت بسبب اني خدت كميات كبيره من دواء انا اصلا ما باخدهوش، ورحت دورت في الزباله ولقيت العلبه اللي انت من غبائك نسيت ورميتها في الزباله. كفايه كدب بقى، انا عرفت كل حاجه. مفيش تفسير غير ان انت كنت بتحط لي الدواء ده في العصير. دواء ايه وعلبه ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده، والله العظيم ما حصل. الشويتين دول تروح تعملهم على حد غيري. انا خلاص عرفتك وفهمتك، انا بكرهك يا فريد، ولو طولت اقتلك هقتلك. وايه يعني؟ الشقة دي تمنها لو قعدت عمري كله مش هقدر احوشه، ويغور بقى هو والست الهانم بتاعته، وانا مش هغلب في الشغل. بس هو حد يلاقي شغل في اليومين دول؟ وايه يعني؟ ما هو منعم موجود، وانا شايلة قرشين كويسين، ونكبر الورشة سوا، وانا بقى عارفة كل الشركات اللي كنت بتعامل معاها ايام ما كنت بشتغل مع مراد. اهم حاجة الورق ده ما يطلعش لأي حد الا ساعة الجد، وساعتها بقى هحطه في عين اي حد عايز ياخد حقي. خالد، فريد انت واقف كده ليه؟ كويس انك جيتي. كنت فين؟ كنت في مشوار سخيف، راجعه مش طايقه نفسي بصراحه. انت بتحبيني بجد يا عايده؟ تعبيت يا ابني. تعالى بينا نروح لمكتي، في موضوع مهم لازم نتكلم فيه. سيبك من الشغل دلوقتي ورد على سؤالي. هي يا فريد مالك؟ أنا هسألك سؤال وتردي من غير كب. أنت اللي حطيت الدواء النادي في العصير عشان تنزل البيبي؟ يبقى أنت، يبقى أنت عايدة. فريد أنا بس كده. أنا عايز أفهم، أنت برضه مصرة على طريقة التعامل دي؟ طبعًا يا حبيبي، وخلاص أنا كلمت رؤوف بيه وعمل كل اللازم. طب ما أنا عاملها لوجه الله، وهي كده كده هتمشي. ما ينفعش يا حبيبي، أنا بعد ما شفت قلة أدب البنت دي عرفت إن مش بتيجي بالذوق خالص. اسألني أنا عارفة، عارفة الأشكال دي كويس. طبعًا لو مش عايز تيجي معايا سيب لي عقد الشقة وأنا أتصرف. المشكلة مش في العقد، عايز تاخدي العقد خدي، وبعدين أسيبك إزاي تتصرفي لوحدك في حاجة زي كده؟ شاطر، يلا بقى عشان ما تأخرش.
ازاي حاجه زي كده تحصل وما تقوليش؟ هو انت يعني كنت فاضيه لنا يا ليلى؟ انت كان كل همك انك تحققي كل احلامك وطموحاتك اللي توديكي في داهيه. وانت كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ كتير عليا ان احلم؟ كتير ان انا عايزه اغير العيش اللي احنا عايشينه دي؟ كتير عليا ان انا عايزه اخد بيتي كون يطلع لفوق كلنا؟ نبي ليلى مش وقته الكلام ده. خير؟ خير يا استاذ. احنا جايين نثبت حاله بعد اذنك. حاله؟ يعني ايه؟ واحنا هنتكلم كتير على الباب كده؟ انا اسف. اتفضل. خير امورها. انت خير؟ ايوه يا فندم. مين حضرتك؟ ده مراد بيه، صاحب الشركه اللي اختك شغاله فيها، واللي من طيبه قلبه ساب لها شقته اللي هي دي عشان تقعدوا فيها لما عرف موضوع البيت القديم. انما الظهر الهانم افتكرت ان هو ادالها الشقه، افتكرت ان الشقه بتاعتها خلاص. طب ممكن حضرتك يعني تفهمين الموضوع بهدوء شويه؟ هاني وخالد بيرتبوا مع بعض من زمان واحنا اللي قصرنا في الموضوع ده. فريد، عايز رجالتك يروحوا لاسمه منعم ده ويقلبوا البيت كله مش الورشه بس. طب وبعدين؟ أي حد يلاقوه هناك، أي حد ياخدوه على المخزن فور. أوامرك، ماشي. كان ضروري تلاقيني مهما طالت سنيني، من قبل الحياة وانا حاسة قابلتك زمان. يا ما شفايفك قالولي وهم بيحمسولي بحبك، وايوة ده صوتك وصوتك كمان. ومن قبل البداية بيني وبينك حكاية، رجعنا من النهاردة نعيشها نفس المكان. هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني، مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان. عشقة وياك قهاتي، وعارفة اني جوه قساوتك مدار الحلال. في حاجة نفسي فيها ويا بحلمت بيها، تاخدني حبيبي في حضنك ويوقف الزمان. ده من قبل البداية بيني وبينك حكاية، رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان. هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني، مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان.